اول شيء راح اجيب طحين لوز، يعني طحين لوز اني اجيب لوز واطحنه، واذا يعني او تجيبون طحين لوز جاهز. طبعا اول شيء حضرت الصينيه مال الفرن، حطيت عليها ورق زبده وحطيت عليها سمنه. راح استعمل هذول المقادير، يعني حاخذ كوب ونص من الطحين اللوز اللي هذا هو طحين اللوز، وراح اخذ نص كوب من السيليوم، هذا هو اسمه السيليوم. هذا اذا ما تحطوه بالخبز ما يصير خبز منفش، يصير مثل البسكت. بس الخميره راح تنفجر طبعا، بس ما عاد طاير فيها هاي الخميره. فهسه ايش راح اسوي؟ انا حضرت بالبلندر، راح احط الخميره بالبلندر واخلطها، وبعدين احط لها مي مغلي. لازم اقيس المي بهذولا. هاي العجينه هيك صارت، بتشوفون يعني هيك صارت نوعيتها. هسه راح اسويها على شكل طوبات اخليها هنا. ها طبعا الخميره هاي اللي استعملها. هذا هو العجينه مال طحين اللوز، بعرف شلون حلوه صارت على طريقه مالتي. هاي الخبزه اخر قطعه، وبالسكينه اسوي هيك عليها مثل زائد على الخبزه. الله يستر شلون راح يطلع اليوم الخبز. هاي السمسم وهسه راح احطه، وبعدين نحسب تقريبا ساعة بالفرن. بس شلون صار خبز اللوز باع الجمال؟ شو بسكت حلو. هو خبز قدوت هالحجم، هاي داوبل عليكم. هاي الخبز هاي بس حار حار. شوف هاي بدي اقول عليها الهيج، هاي ما تصير اذا مو اكو سيليوم. هاي الهيج الفراغات والخميره طبعا تشوفون. طيب باقي الخبز. هذا خبز لوز، كوب ونص، كوب ونص طحين لوز، ونص كوب سيليوم، وملح، وخميره ملعقه كبيره خميره سريعه، وبس. ومي مغلي كوب ونص، ماء مغلي، ماء حار، ماء ساخن، بس كوش طيب.